متابعي اليوم السابع في كل مكان، اهلا بكم. بنصبح عليكم من محافظة الشرقية، وبننقل لحضراتكم بثا مباشرا عن حالة الطقس بالمحافظة. وكما ترون طقس الشرقية معتدل، السماء ساطعة والشبورة تراجعت، والسماء زرقاء صافية، وبتنعم محافظة الشرقية بجو معتدل جميل. الرؤية واضحة تماما على الطرق الرئيسية والسريعة داخل المحافظة. الشبورة تراجعت. طبعا الشبورة كانت قد تكونت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وتراجعت بشكل شبه كامل، لكن الرؤية أصبحت واضحة كما ترون حضراتكم. صباح أمس الأربعاء كانت الشبورة كاسفة بشكل كبير جدا، وكانت الرؤية شبه منعدمة في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء. اليوم وبفضل الله تراجعت الشبورة وسطعت الشمس، وظهرت سماء المحافظة زرقاء صافية كما ترون، والجو معتدل جميل. وبتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا في درجات الحرارة تدريجيا، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. هذا الطريق الذي ننقل لحضراتكم البث المباشر من خلاله. طريق الزقازيق القاهرة الزراعي، وهو طريق محوري وهام يؤدي إلى عدد من محافظات الجمهورية. هذا الطريق من أبو كبير إلى هيهيا، الزقازيق من القمح بنها القاهرة الزراعي. أيضا يستطيع المسافر أن يتجه من الزقازيق إلى بلبيس، إلى الطريق الصحراوي إلى القاهرة والعبور وخلافه. أيضا يستطيع المسافر أن يتجه من أبو كبير إلى فاقوس، ومنها إلى الإسماعيلية. محافظات القناة بورسعيد والسويس، ويستطيع أيضا أن يعبر قناة السويس ويتجه إلى شمال وجنوب سيناء. أيضا يستطيع المسافر أن يتجه من أبو كبير إلى كفر صقر السنبلوين المنصورة، ومنها إلى الأسكندرية ودمياط والمحلة الكبرى. أيضا هذا الطريق يستطيع من يعشق الآثار أن يتجه إلى منطقة صان الحجر الأثرية، يتجه من أبو كبير إلى فاقوس الحسينية، ومنها إلى منطقة صان الحجر الأثرية التي تحوي آثارا فرعونية كبيرة جدا وهامة جدا.
أذكركم أن محافظة الشرقية بتحوي ثلث آثار مصر، وبها مناطق أثرية هامة جدا، منها منطقة صان الحجر ومنطقة تل بسطة بمدينة الزقازيق أو بمحيط مدينة الزقازيق. توقعت هيئة الأرصاد أن يسود هذا الليل طقس هذا اليوم ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء، وأوضحت أيضا هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، أكدت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى بمحافظة القاهرة 25 والصغرى 16، الأسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، مطروح العظمى 23 والصغرى 14، سوهاج العظمى 26 والصغرى 12، قنا العظمى 27 والصغرى 12، أسوان العظمى 29 والصغرى 13. متابعي اليوم السابع في كل مكان، كما ترون بتنعم محافظة الشرقية بأجواء معتدلة، الشمس ساطعة والسماء زرقاء صافية والشبورة تراجعت والرؤية أصبحت واضحة تماما، والسيولة المرورية متواجدة ومتوفرة على الطرق الرئيسية. نقلنا لحضراتكم بثا مباشرا عن حالة الطقس والشبورة. محدثكم حمدي عبد العظيم، بنشكركم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في بث آخر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.